انت اللي مش طايقه تشوفيني؟ انا بكرهك. من امتى؟ تفرق معاك الوقت؟ تفرق. انا ما عنديش مشكله ان انا امشي عادي، بس يا ترى انت بقى هتعملي ايه؟ هتلاقي مين يبص في خلقتك الجميله دي من بعدي؟ يا والدي الخسيس يا واطي. عيب عيب لما تشتمي جوزك، ولا انت لسانك بقى زي وشك؟ حالي حالي. بصي بصي، شوفي شكلك بقى عامل ازاي. شوفي انا مستحمل ايه. شوفي شوفي، عشان تحمدي ربنا ان انا عايش معاكي في نفس الاوضه اللي انت فيها. انزلي الشارع، انزلي الشارع كده، شوفي الناس هيبصولك ازاي. بلاش، انزلي اقعدي مع مروان ولا شمس ولا حتى حسن، هتلاقيهم بيبصوا في الارض. مش عشان ادب ولا حاجه، بس عشان مش طايقين يبصوا في خلقتك. مالكيش غير محروس يا ست الكل. بعد عني، اطلع بره، ما ترجعش اشوف وشك. طلقني طلقني يا جليل الاصلي يا نهر. بره، اطلع بره، ما عايزاش اشوف وشك يا نهر. الحقني يا اخويا. حصل يا فوزي. الحقني يا ابن حكيم. خبر ايه؟ عايزاه يطلقني، ما عايزاش اشوف وشه هنا. بيعيرني يا اخويا. طلقها. بس انا قلت لك طلقها. والمصحف الشريف، لو ما نفذت كلام ابوي الرصاصه دي هتدخل من هني وتطلع من الناحيه التانيه. قول انت طالق. اللي بقوله ده احسن حل. اللي انت بتقوله ولا اللي مروان بيقوله؟ انا ومروان واحد، اخويا، وعارف المصلحه فين، وانا همشي وراه. همشي وراه، واللي هو عايزه هيحصل. حتى لو قال لي مالكش حاجه هقول له امين. والنبي ايه، انا ما بحبش الطريقه دي. يعني انت عايز نسيب كل حاجه لابن فريده؟ انا قلت اخويا. انت مش فاهم اي حاجه يا حسن. يا روح قلبي، كل حاجه هتروح لابن فريده، ابن الكبير. وحكايه بقى انك تسيب البيت وتروح مصر دي لعبه. وانا موافق. يعني ايه موافق؟ انا راضي، راضي ان اخويا يضحك عليا من هنا ورايح. مش عايز اسمع ولا كلمه من اللي كنت بتقوليها. انا عايزه المصلحه مش اكتر. كل اللي يهمني ان ابني لما يجي ما يحتاجش لحد. لما احب ادخله مدرسه اعرف ادخله مدرسه كويسه، ما يبقاش عندنا حق ونروح ندور عليه. خلي بالك، اللي زي فريده دي لو حطت ايديها انسى. قول على كل حاجه يا رحمن يا رحيم. هو انت شايفاني كيف؟ يعني ايه شايفاك كيف؟ هو انا فاشل قوي كده لدرجه انك متاكده ان عمرنا ما هنكبر ولا يكون لبيت ولا مال ولا عمرنا هننجح؟ طب طالما انا وحش قوي كده، مش هقدر اعمل حاجه، اي حاجه، من غير مال ابويا واللي هاخده منهم، اتجوزتيني ليه؟ عشان بحبك. كدابه. كل كلامك بيقول انك كدابه. انت عايزه ايه؟ كل ما اقول لك عايزين الامور تهدى تشعلي ليها اكتر. عايزاني اعمل ايه؟ اقتل مروان عشان تستريحي؟ لا يا حسن، انا ما قلتلكش تعمل كده. انا كل اللي انا عايزاه انك تضمن حقك مش اكتر. حق ايه اللي هضمنه؟ وابويا لسه عايش، لسه نفسه طالع، هو صاحب كل حاجة، البيت والأرض. ريتال، غير النغمة دي. احنا هنسيب البيت ده يعني هنسيبه. انت فاهمة؟